من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد. نزه الله سبحانه نفسه عن ظلم العباد ونفى الظلم عن نفسه تعالى. جاء في تفسير ابن كثير: وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب أحدا إلا بذنب، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. والظلم اسم جمعه ظلماء، وهو الجور وانتهاك حق الآخر عدوانا، وهو انحراف عن العدل والتعدي عن الحق إلى الباطل. وورد نفي الظلم عن المولى تعالى في آيات عديدة: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن عمل صالحا بأن آمن بالله وصدق رسله فثمرة عمله الصالح لنفسه، ومن أساء فعليها، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وكما حرم الظلم على نفسه جل وعلا حرمه على عباده، ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا.